ازاي انا من خلال قصة زي كده اعمل محتوى للطفل بحيث ان هو يبقى عنده وعي. هل حضرتك قاصد ان هو يبقى عنده وعي بحيث ان هو يبقى عنده الحرية ان هو يرفض المختلف او يقبله، ولا انت تقصد ان احنا عايزين نقفل عليه هذا الباب؟ اولا بشكر حضرتك على الاستضافه وبشكر دكتور نبيل، وخلينا ابدا لحضرتك من الاول. احنا ليه كتبنا القصه دي، او ليه كتبت تصديت لهذه القصه تحديدا؟ هاخد خطوتين ورا كده وهفكر حضرتك والساده المشاهدين بالاعلان اللي اعلنته ديزني لما قالت ان هي هتوقف او هتروج للشخصيات المثليه من خلال افلام الكرتون والانيميشن اللي هي بتنتجها بنفسها، وده كان على لسان الرئيس التنفيذي لشركه ديزني. فنحن هنا امام تصريح واضح لا يحتمل اللبس ولا التاويل. ساعتها العالم كله، مش المصريين ولا الاديان بعينها، قلقوا من هذا الموضوع لسبب بسيط جدا، مش بس لان هو ضد الاعراف وضد الدين بالنسبه لنا احنا، لان بالنسبه له ممكن يكون حاجه يعني عاديه جدا، ولكن لان ده نوع من اللي احنا ممكن نسميه اعتداء على الوعي. بمعنى ايه اعتداء على الوعي؟ هذا الطفل الصغير اللي هو لا يستطيع التمييز بين الصواب والخطا، لما اقدم له حاجه غير طبيعيه بوصفها ان هو ده الطبيعي، ولما استغل كمان الشخصيات التي يحبها ويتابعها عشان اقدم من خلالها افكاري انا الشخصيه كناس كبار او كاجنده معينه للناس بتوع ال جي بي تي واللوبي بتاع ال جي بي تي هناك في الولايات المتحده الامريكيه، انا بعتبر ان ده اعتداء على الوعي. الطفل لا يستطيع التمييز في المراحل العمريه المبكره بين اللي صح والغلط، بين الطبيعي وغير الطبيعي، فمحاوله تطبيع حاجه مش طبيعيه ده كان مرفوض. وبالتالي كنا احنا شايفين الفكره ان المناقشه بتاعت هذا الامر يجب أن تكون من هذا المدخل، مدخل الطبيعي ومدخل غير الطبيعي. طيب قد يقول البعض يعني إن يا جماعة طب ما ده عندهم مش عندنا، طب ما هو ده حاجة متعلقة بثقافته. والحقيقة إن ده مردود عليه بأكتر من نقطة. النقطة الأولانية إن في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا وفي عدد كبير من الدول هناك اعتراضات حقيقية حوالين ترويج هذا المحتوى تحديدا للأطفال، وفي نفس الوقت للأسف الشديد بقى في لوبي بيدخل القصص هذه القصص للمدارس الأمريكية. هناك فيديوهات منتشرة وموثقة وموجودة كثيرة جدا تظهر إزاي قلق الآباء اللي خرجوا هم كمان في تظاهرات عشان رافضين إن هذا المحتوى يتم تمريره للأطفال، وخصوصا الأطفال اللي تحت تالتة ابتدائي بالنسبة لهم هم هناك، لأن دولت في مرحلة لا يستطيعون فيها التمييز الحقيقي بين ده. الحاجة الثانية، احنا بنتكلم عن مشكلة كبيرة ليست لها علاقة بالأديان قوي على قد ما ليها علاقة بحقوق الإنسان. يعني إذا كانوا هم المدخل بتاعهم حقوق إنسان وحريات، وإن هذه الأمور يعني تعتمد على الحريات بشكل أساسي وإن احنا لازم نحترم الحريات، فالحقيقة إن الإصرار على فرض الأمر ده على الأطفال وإن فرض هذه الأشياء اللي في المحتوى ده اللي بتروج للمثلية على الأطفال تحديدا، ده مش بس مثير للشك، ده مثير للحساسيات الشديدة على مستوى العالم كله. أنا لما أجي للطفل الصغير وأقول له أنت على فكرة في اتنين بابا وعندك اتنين ماما وده اللي طلع في كتب كثيرة جدا موجودة في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الكتب للأسف الشديد جدا استطاعت ان هي يعني تمر وتصل الى مصر. طيب هل انا مثلا بقول ان هم لازم ما يعملوش كده؟ هم لازم يعملوا كده او ما يعملوش كده، دي حاجه تخصهم فيما له علاقه ببلدهم بمعتقداتهم وهم يخوضوا معاركهم الخاصه بيهم. انما اول ما الاقي ان المحتوى اللي بيدخل بيتي سواء الكرتون، وفي مسلسلات كرتون كتيره احنا اتربينا عليها وافلام كرتون كتيره احنا اتربينا عليها، سيتم او تم بالفعل تعديل الشخصيات بتاعتها عشان تبقى شخصيات مثليه. على سبيل المثال بيوتي اند ذا بيست طلعت شخصيه مثليه، الطفل اللي بيتفرج عليها مش هياخد باله ان هي مثليه، لكن هياخد باله من ان التصرفات اللي بيعملها والميل الجنسي لذات الجنس كانه شيء عادي وكانه شيء طبيعي. ودي الازمه الكبيره. وعشان ما اطولش، اخر نقطه هي نقطه الاختلاف. هل احنا كده بنرفض مثلا الاختلاف والمختلفين؟ الحقيقه ان دي برضو بشوفها مدخل غريب شويه، لان ان انا اقول ان الاختلاف اختصر الاختلاف في فكره ان هو يكون مثلي الجنس او شاذ جنسيا،
انا بعتبر ان دي محاوله برضو لتطبيع حاجه مش طبيعيه. الاختلاف ده ممكن يعني ممكن يكون في اللون، ممكن يكون في الـ في الـ في الدين، ممكن يكون في الافكار، ممكن يكون في اي حاجه، لكن فكره ان انا احترم اختلاف الاخر وهو يصر على فرض اختلافه ده علي لكي اكون مثله، دي حاجة يعني لا أستطيع إلا أن أنا أصفها بأنها شيء غير طبيعي بالمرة.